مثلا النوبة مثلا هتلاقي الالترا وايد تريز، لكن لا غالبا ايه كل ما تديني احط الانفكشن يعني فايرال انفكشن نشتغل بارس حاجات الدفاع مع بعض بتاثر على الميون سيستم فبيعمل جروب في الميون سيستم. هنا سؤال هتسالوه كتير يا دكتور، عايز والله حاجه عن الموضوع بتاعي، عايز حاجه تكون مناعتك ضعيفه ازاي ده؟ اقول لي مرض مناعتك، قلت له مناعتك يعني قويه يعني لا مناعتك مختله بالتالي هي بتهاجم حاجات مش المفروض انها تهاجم. ماشي human ligand.
مسلومة للجيوتيك انجن. هو اللي موتور الاتصال ممكن اخد 5 دقايق بره الموتور، بس دي حاجة ممكن انتوا تعرفوها في اي حاجة سواء في الموتور شامل. دي قصة الاتش بي اي دي، هو باختصار لو انتوا بتروحوا مطاعم عارفين مطاعم يعني طلب الطب زمان ما كانش ماشي قاعد في البيت بيذاكر ما بيعرفش ايه قصدي مطعم ده انت بتسميه مطعم، لا مطعم يعني مطعم يعني مش الحاجات دي كوين كده. طيب في نفسك الاول مناعه ده حاجتين في الدنيا، يا اما النيت ايمنتي يا اما اكواير ايمنتي. النيت ايمنتي دي اللي هي بتضرب نشوميه مش ضد حد معين، لكن دايما الاكواير سبيسيفيك بتسلط على حد معين معروف ان هو انتجن معين بيتهم. لكن النيت دي عباره عن نيت جردات كده اللي عندي يموت هو مين بقى؟ يعني مش فرق. تمام؟ طيب الاهم المسؤولين عن الاكواير الايمونتي الليمفوسايتس تي من دول. الاهم بالنسبه لنا دلوقتي خلال الكلام اللي هي التي ليمفوسايت اللي هو انت وتراك المطعم الزبون اللي في المطعم. الزبون اللي في المطعم ده اللي هي التي ليمفوسايت عايزه تاكل ايه الاكل بتاعها؟ البرجر ده اللي هو الايه الانتيجين. حلو؟ طيب هي تلك تكون في مطعم فكده كده لازم حد يجيب لها الاكل اللي هي انتيجين ريزيستنت ما تروحش الكلام ده للتبسيط بس ده في حاجه تقدر تقولها. طيب الانتيجين لما انت بتروح المطعم بيجيب لك البرجر بتاعك ده وفيه صينيه ولا بيمسكوا في ايده كده اهو ويطبقوا بيجيبوا لك الصينيه دي هي الانتيجين. ماشي؟ دي عباره عن سنتر يعني كل سنتر بس خلينا نتكلم دلوقتي ان هي على الانتيجين البرسون اللي احنا بنقول عليه. ودايما الصينيه دي اللي هتخش في الفوكيش ان شاء الله هيبقى شايف صينيه ظريفه كده وتبقى متقسمه. يعني حتى الخضار في حاجه اسمها الاكل الخضرا دي مهم يعني. لا والله الاكل الخضرا دي بعد هي في ناس اختلفت الاقوال ملوخيه او ورق شجر. يعني بص حاجه كده مهم. هتخش في الفرق مهم. ولو في لحمه بص كل حاجه احلى اكل بقى. المهم بقى بتلاقي ان الصينيه نفسها متقسمه على شكل ده اللي انا عايز اقوله ان الاتش بي اي ده الصينيه دي واخده شكل معين زي المفتاح كده يعني عشان على قصدي ايه واخد شكل الاتش بي اي ده شكله وحدد شكل الانتيجين اللي ممكن يجي يعني مش اي اتش بي اي يكسب اي مهم سبيسيفيك بقى. وبالتالي بيتعمل تراي مولكيولار كومبلكس دي سيل ريسبت من ناحيه بس اتش دي من ناحيه ودي من ناحيه. تمام؟ فبالتالي شكل الاتش اللي هي موجود بيحدد نوع دي ليمفوسايت اللي حصل لها سبيشن. طيب هتلاقي كتير بقى اسامي هم للتسهيل برضو هم اكتر يعني الثلاثه كده بس هم بتقولهم ان هم اتنين كلاس كلاس 1 كلاس 2 كلاس 1 ده اول حرف في الانجليزي ايه؟ برافو عليك. تاني حرف ايه؟ تالت حرف سي برافو عليك. كيتش 1 هو فعلا لما تلاقي الكيتش اللي دي جنبه بي او سي اعرف ان ده كلاس 1. حلو؟ طيب بعد السي اللي دي بص الكلاس 1 هو كل الكمبيوتر تشيل فكان مقبول ان انت تسميه حرف ايه او بي او سي. لما جم يسموا كلاس 2 لقوا نوع من الكمبيوتر تشيل فلازم تسميه حرفين ابتدوا كلهم بالدي بس هم ثلاثه برضه دي كتبوا دي ار او ريليتد او دكتور يعني دي يعني تعتبرها دكتور تعتبرها دي ريليتد مهم. طيب نصعب الموضوع شويه قبل الار ايه او بي
مصدر. لما اقول لك ان الانكيلوز الاسبوندلايتس اللي مشهور معاه حاجه اسمها اتش ال اي بي 27. ده بلس واحد ولا اثنين؟ بي 27 ده واحد. يا ابني انا لسه قايل ايه؟ وبي بي سي واحد واي حاجه كده دي تبقى اثنين. طب لما اقول لك ان اللوبس اللي مشهور فيه اتش ال اي دي ار 2 واتش ال اي دي ار 3 ده 2 بلس واحد ولا اثنين؟ اثنين. طب لما اقول لك ان الروماتويد تكون بقى اتش ال اي دي ار 4 ده كلاس واحد ولا اثنين؟ اثنين. طب انت واجع دماغنا، انا فرق معايا كلاس واحد ولا كلاس 2 فين؟ لا انا قلت لكم ده من حد نوع الجيل الفصيلي. في عندنا في المناعه قانون اسمه رول اوف 8 او قانون الثمانيه اللي هو 2 في 4 بكام اوقات؟ 8. 1 في 8 8. برافو عليك، انا مبسوط منك صح. لما تلاقي كلاس واحد ده ستيمولييت السي دي 8 تي ليمفوسايت اللي هي سيتوتوكسيك، دي سيتوتوكسيك، وكلاس 2 بيستيمولييت السي دي 4 اللي هي تي هيل. فبالتالي ابقى عارف ان في الانكلوز المين بلاير او المين سيل اللي موجوده السي دي 8 او التي سيتوتوكسيك ليمفوسايت. بينما انت عارف ان في الروماتويد وفي اللوبس مثلا ده كلاس 2 الاتش ال اي دي ار 4 او في اللوبس اتش ال ار دي ار 2 دي ار 3 ان المين بلاير او المين سيل اللي مسؤوله هنا السي دي 4 او اللي هي تي هيلبرت ليمفوسايت. تمام؟ طب استنش بقى تاني لا ده بره المحاضره ده دي اه تمام ماشي ده دي ب 10 اساس الفرق. في الاخر لما اقول لك اتش ان اي دي ار 4 ده اللي مسؤول مع الروماتويد ارثرايتس ده اللي يهمكم كمحاضره. لا في حاجه مش مفهومه في اللي انا قلته؟ لا لا والله صحيح. طيب طب نبدا نشوف باقي المين سيل اللي موجوده في الباثولوجيكال تي سيل اللي هي الدي هيلبر. اوتو اميون ديزيز اللي انفايرمنتال زي ما قلنا بلاد اي انفكشن بس فايرال انفكشن في الجلد مش تنبر فايروس الكلام ده كله. طيب الاوتو اميون اشهر حاجه في ان انا عندي مشكله في الاوتو اميون هنا ان انا عندي اوتو انتي بوديز اللي هم مين؟ الروماتويد فاكتور الاشهر منه اجدد الانتي سي سي بي الانتي سايكل سيتوليتد بتايب وهي معانا. دايما قلنا في ان اهم حاجه عندنا تبقى الفكره دي اللي هي الايه؟ الجوينتس. طيب هو مشهور قوي انه يبقى باي ناترال سيمتريكال يعني مشهور قوي ان هو النسب دي مهمة رقبه البجعه. ماشي؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟
لاعب الباب يعني لاعب الركنية فبالتالي مسكها مهم ان الدستة الانتر فالنجا الجوية يبقى فيه Thank you.
انما لو بصوا لكن اقل من 3 اضعاف قوي ممكن نسميه ايه؟ لو بصوا اللو بصوا بياخد كام؟ الهاي بصوا بياخد كام؟ تاني اللي هم الثلاث عوامل الاولانيين ديوريشن لو اكثر من 6 اسابيع لو اقل من 6 اسابيع لو نورمال هاي يعني ان شاء الله كل شهر لو نورمال لو نيجاتيف المفروض فاكتور اللي هو اكبر لو بوستر بس لو بوستر لو هاي بوستر يعني ايه هاي بوستر نيجي بقى الاهم حاجه وعارفين كل دول لو بوستر المفروض فاكتور بوستر هاي بوستر
Thank you.
Thank you.